عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناتكم قناة عالم المعرفة والطب. إذا كانت دي أول مرة تشوف القناة، يا ريت تشترك معنا في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو دوت عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. الأول، لا يسعنا إلا إن احنا نتقدم بالعزاء لكل شعب مصر في وفاة الدكتور محمد مشالي طبيب الغلابة، اللي ربنا أراد إن الراجل ده يتعرف يا جماعة آخر سنة بس، علشان خاطر كلنا نستمد منه المثل والقدوة للعطاء لحد آخر لحظة في حياتنا. وفي عز فرحتنا بقناة الأهلي صدمنا خبر وفاة الدكتور محمد مشالي، فربنا يرحمه ويتغمده برحمته الواسعة ويعطيه على قد العمل اللي عمله وعلى قد المثل والقدوة اللي قدمه لنا. نتكلم في موضوعنا الأساسي النهاردة. أظن حضراتكم امبارح شفتوا الفرق ما بين الرقي والتحضر مع افتتاح قناة الأهلي ومع أحاديث النجوم والأساطير اللي كانوا موجودين في قناة الأهلي امبارح. كانت بداية رائعة من الكابتن محمود الخطيب لما اتكلم وقال كلمته ووجه كلامه. اول حاجة من الملاحظات في كلامه دعمه الكامل للدولة بدون مزايدة وبدون طنطنة وبدون كل مرة يقول أنا بدعم الدولة. جه الوقت المناسب مع افتتاح قناة الأهلي والراجل عبر عن رأيه، مش كل يوم يطلع يوجه شتايم لناس وفي نفس الوقت قبلها يكون متبحة بأنه يجامل الدولة. الراجل من ضمن كلماته الواضحة الصريحة أنه لن يتدنى ولن تتدنى قناة الأهلي الردود على أي بزاءات من أي نوع، وده دايما طبع الأهلي اللي تعودنا عليه وتربينا عليه، سواء كانوا إداريين، لعيبة، مشجعين، كل اللي بيخش منظومة الأهلي بيتعود دايما إنه بيتعامل بنفس الرقي والاحترام. من الحاجات اللي أسعدتني أنا شخصيا وعملت فيديو ياريت حضراتكم تشوفوه، هو فيديو بسيط تعبيرا مني عن حبي للراجل ده. انا كرة القدم عندي مرتبطة باتنين، مصطفى عبده والخطيب. ظهور مصطفى عبده امبارح على القناة كان حاجة مفرحة جدا جدا ليا، لدرجة ان انا عملت له فيديو هو لمدة دقيقة، ياريت حضراتكم تشوفوه وتشيروها، يعجبكم قوي في حب المجري مصطفى عبده. كان ظهوره على القناة مبهج، شاشة مبهجة، عالية الدقة، جمال ملوش يعني ملوش مثيل، تحضر. كل الناس اللي موجودين على القناة كفاءات لا يمكن انك انت تجدهم في اي مكان تاني. ناس مارسوا كرة القدم، نقاد محترفين. وجود هاني رمزي، هاني رمزي كابتن مصر في كاس العالم 90، كان رد ورسالة على الكلام اللي قاله فاروق جعفر. كل الناس اللي كانت موجودة دي تأكدوا تماما انكم هتشوفوا على قناة الاهلي حاجات جميلة جدا جدا تخليكم تبعدوا شوية عن القبح. انا عارف ان احنا كلنا بنشوف قناة الفقرة بتاعة قناة نادي الزمالك، كلنا بنشوفها عشان نقعد، اللي يقعد يضحك واللي يقعد يستغرب، وانا واحد من الناس عشان اقعد انتقد، لكن واضح ان قناة الاهلي جاية بقوة علشان تاخد الناس مكان تاني خالص خالص غير المنطقة بتاعة القبح والشتايم والبزاءات. امبارح اللي حصل في المؤتمر او الجمعية العمومية للزمالك كان مهزلة بكل المقاييس. طبعا هو خيلها لكم انه مشهد ديمقراطي، لكن المشهد الديمقراطي لما قرر هو ان في حد يتكلم وقال لك ايه، ادوا الميكروفونات للناس تتكلم، وقام واحد عرضه وقال له الناس اللي انت حولتهم للتحقيق في ادارة النادي ايه الاخبار التحقيق معاهم، الراجل اتقطع عنه الصوت واتعاملوا معاه بحدة شديدة جدا وشبه اتسحب منه الميكروفون. حاجة تاني هو قالها شبه جملة يانا يا الفوضى، قال لك أنا لو مشيت من نادي الزمالك الزمالك هيبقى زي العراق. تخيل إن نادي يتشبه بدولة فيها صراعات، قصة إن يانا يا الفوضى، هل الزمالك بولاده بكفاءاته اللي مارسوا الكورة واللي مارسوا السلة
وطول الزمالك وطول عمر الزمالك على مر التاريخ، انا ما اعرفش اسامي لان انا اهلاوي صرف، بس انا بتكلم عن قصه ان اي حد يبقى في منصب ما يرمي السلم، على حد تعبير احد السياسيين هو كل واحد يطلع للمنصب يروح رامي السلم ويقول ما فيش الا انا في المكان ده. نيجي بقى لواقعتين مؤسفين. الواقعه الاولى ان هو تحدث صراحه عن ان طبعا هو قضيه نادي القرن هو عارف انها فاشله تماما، فقالوا انهم هم هيعملوا حاجه جديده، هيروحوا يتقدموا، برضه واضح من كلامهم انهم يتقدموا لوزاره التموين ان يبقى شعار الزمالك شعار جديد تماما، هو شعار الاكثر تتويجا لافريقيا. انا عايز ابشركم ان الشعار ده هيترفض. قول لي ليه؟ وزاره التموين في المره الاولانيه قالت لهم ايه؟ قالت لهم انت تجيب لي من الجهه المانحه، هل الاتحاد الافريقي هيديك شهاده انك اكثر الفرق تتويجا؟ لو الاتحاد الافريقي اداك تلك الشهاده خلاص هتقدر تعمل الشعار ده. هو بعد تماما عن قصه نادي القرن وبيدغدغ مشاعر جماهيره باي لقب تاني. الحاجه التانيه الناس بتقول له احنا عايزين في قناه نادي الزمالك الموضوع بقى عشان ما حدش يقول لي انت بتقول مواضيع عناوين مطلله، العنوان بتاع خالد الغندور هو قاله صراحه، بيقول ايه؟ بيقولوا له احنا عايزين نحط قناه نادي ورا نادي الزمالك ورا القناه والمذيعين ان الزمالك نادي القرن الحقيقي. طب على الهواء قلنا ان الاعلام رفض. لو خالد الغندور رفض مع السلامه، ولو احمد جمال رفض مع السلامه، احمد ما بيرفضش، واذا اي حد في الزمالك رفض مع السلامه. والمذيع اللي يرفض ان يتحط الشعار وراه يمشي من القناة. فقالوا له وخالد الغندور ممكن يرفض او احمد جمال ممكن يرفض، فراح قال لهم احمد جمال بيسمع الكلام. ودي الحقيقة ان احمد جمال واخد يعني خط يعني ما بيعرضش ابدا، هو المهم انه يبقى موجود على القناة ويعمل الحركة بتاعته اللي بيقعد يعملها دي طول النهار اللي حضراتكم بتشوفوها او هو بيعملها بالناحية دي بالناحية الناحية دي. لكن خالد الغندور احيانا احيانا مش كتير دايما بيحاول ان يبدو ان ليه رأي او بس في الاخر بيرضخ. حتى خالد دور نفسه قال من امتى وانا بعارض، ده انا اكتر واحد بتكلم عن نادي القرن. ايه يا عم وانت مش عارفني؟ ده انا اللي بقعد اطبل طول الليل. يعني فيما معنى الكلام. حاجة تانية، شوفوا التناقض، جاب كارترون واحرج الراجل وقال له قال احنا دلوقتي هناخد رأي المدير الفني، مع ان كارترون في المرة الاولانية اللي كان عامل فيها هو برضو اجتماع ومجلس ادارة وجاب كارترون، وكارترون قال لا مش هنلعب البطولة ديت ومش عايزين نلعب والكلام ده كله، جابه قدام الجمعية العمومية وقال له قول رأيك. فكارترون قال له قال انا كان رأيي ان احنا ما نلعبش، بس احنا نلعب كأنها استعداد لدورة ابطال افريقيا وفي نفس الوقت ما نتعرضش لعقوبات. تغير الموقف طبعا، هو قال للجمعية العمومية موافقين، ترجعوا قال موافقين، عشان يتنصل هو من كلامه السابق اللي هو قال مش هتتلعب وعلى جثتي والكلام اللي هو بيقوله ده ودايما يطنطن بيه ويتكلم اي كلام. وطبعا انتوا عارفين انه بيتراجع، فعشان ما يبانش انه متراجع جاب الموضوع من الجهاز الفني وجاب الموضوع من الجمعية العمومية. وبكده الزمالك هيستكمل الدوري، وفي النهاردة مباراتين وديتين، واحدة للأهلي مع الجونة واحدة للزمالك، معرفش ما بهتمش بيهم قوي. الواضح تماما ان قناة الأهلي هتجذب عدد كبير جدا من الناس، ونرجو ان احنا كلنا ندعم قناة الأهلي في طول وجودها ونعمل لها قدر كبير من المشاهدات عشان خاطر نحسس الناس احنا حجم الأهلوية قد ايه. لان المشكلة الحقيقية انهم مش عارفين ان اللي بيشوف قناة الزمالك هم معظمهم الاهلوية، علشان خاطر ينتقدوا ويطلعوا ويضحكوا او يعتبروا ويشوف الناس دول بتقول علينا ايه. كان المؤتمر امبارح كان مهزلة بكل المقاييس، واتقطع عليه الميكروفون كذا مرة، وكان بيرجع الميكروفون تاني لبرنامج زملكاوي، واحمد جمال يقول الكهرباء قطعت، وهي الكهرباء ما بتقطعش، هو بيتقطع البث من عليه على قناة الزمالك لانه كان بيتطاول على الموظفين بتوع قناة الزمالك اللي هم من اعلام المصريين.
الايام الجايه احنا مش عارفين طبعا التحقيقات في موضوع تسجيل الصوت. الناس كتير بتسالني عليها، ما فيش، الدنيا وقفت، وطبعا الدوله داخله على الانتخابات وفي مشاكل في الدوله، وواضح تماما ان هو متساب لحد انتخابات مجلس، زي ما قلت لحضراتكم لحد انتخابات مجلس النواب الجايه. نجح هيستمر عنده الحصانه ومحدش هيقرب له، ما نجحش هيسيبوه بقى مع الاحكام القضائيه اللي عليه. اتمنى يا جماعه ان يكون الفيديو عجبكم، ويا ريت لو عجبكم تعملوا لايك للفيديو وتشيروه. اليومين دول مش عارف القناه بقت التفاعل عليها قليل قوي، ما اعرفش عن المواضيع ما بتعجبكمش، حتى برضو قولوا لي لولا اطور ازاي، ايه المواضيع اللي انت عايزينها. انا بنوع مواضيع وبجيب مواضيع كتيره، بس لا ان يعني في قنوات ما فيهاش مصداقيه زي يعني احنا بنتكلم بمصداقيه وبنجيب المعلومات الصح وبنتكلم صح. رغم كده في قنوات بتحط انا ما بحبش احط عناوين رنانه، بتحط عناوين رنانه وممكن تبقى كاذبه والمشاهدات عليها كتيره. فارجو ان حضراتكم تدعموا القناه بالاشتراك واللايك والشير للفيديوهات عشان توصل لاكبر عدد من الناس اللي بتحب القناه. اشكر حضراتكم واتمنى ان اشوفكم في كل خير وسعاده، والسلام عليكم ورحمه الله.